وصلتني رسالة من واحدة من الأخوات، سبحان الله من كم يوم. يا ألا وصل هذه الرسالة لأخواتي في القناة، هي معنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من المواظبات على سورة البقرة. قالت لي والله يا ألا رأيت رؤية عجيبة، رأيت، وهذه الرؤية قالت لي وصليها للأخوات اللي معنا، لأنه في المنام في الرؤية يقول لها في صوت يعني أنه قولي للي معك صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بهذه الصيغة. ما هي؟ اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله. قمت من نومي، يعني كانت الرؤية دقائق، يعني قالت لي يعني كأني قاعدة، كأني فتحة عيني، يعني والله قالت لي من كتر ما كانت واضحة. هذا الشيء سبحان الله حسيته كأنه يعني رسالة من الله لنا جميعا أخواتي، نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله. والله يا آلاء قمت من نومي وأول شيء قلت لك إياها، طبعا حكيت معي من تقريبا أسبوع، قلت لك إياها مباشرة لتوصليها للأخوات. بعد التزمت فيها، التزمت بهذه الصيغة واستمريت عليها طول هذه الأيام، والله إني رأيت من الفرج ما قر عيني، والله أشياء بحياتي كنت مهمومة فيها، وبالفعل كنت في ضيق يا ألا، كنت في ضيق وهم شديد 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 لا يعلم به إلا الله، يعني من كل مكان ضاقت علي السبل من كل مكان. فعندما رأيت هذه الرؤية، وسبحان الله هذه الرؤية أخواتي رأتها بالصيغة وأن تخبر بها، فرجعت سبحان الله لشغلتين. بالفعل أخواتي أنا من فترة قلت لكم تقريبا من كم شهر أصبت بهم شديد، هم بعافيتي وهم بأولادي وهم مع زوجي وهم بمشاكل كبيرة كانت بحياتي حاصلة، وبالفعل التزمت بورد بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. بس هيك كنت ماسكت يعني من دون عدد، والله ما أذكر كم، لكن ما كان يفتر لساني عن هذه الصيغة. رأيت الفرج بعيني بفضل الله، قلت لكم وأتبشرتكم أنه الحمد لله الله فرج عني فرج أذهلني، والله سبحان الله يعني مو أثلج قلبي قر عيني. شغلة تاني، في آية من سورة الأحزاب قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندما رجعت لهذه الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام، وهذه صيغة في القرآن، صيغة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي، كيف صلاة الرب سبحانه وتعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة كمان ذكر وثناء واستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى أمر الذين آمنوا، يعني هذا في الملأ الأعلى، صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه وصلاة الملائكة، فأمر رب سبحانه وتعالى في الأرض، أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر رب سبحانه وتعالى المؤمنين الذين آمنوا، شوفي الخطاب لمين؟ للمؤمنين، دايما حطيها ببالي. لا يوفق للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، فالموفق من وفق للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت محاضرة لأحد المشايخ لما قال هذه صيغة من القرآن، صيغة للرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أن في السنة أخواتي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الصيغة الإبراهيمية. هون نحن في
القرآن أخواتي تفسير وتدبر. كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري. سبحان الله أخواتي، مباركة هذه الصيغة، مباركة أخواتي وفيها خير كثير. إذا يكفى همك ويغفر الله لك ذنبك، ما هو همك الآن؟ همنا المسلمين في فلسطين، صح؟ همك أي مشكلة في حياتك، كل هذه الهموم ربي سبحانه وتعالى يكفيك إياها بكثرة الصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعدي صلي العصر، ما تقولي صلي العصر آخر ساعة، لا، صلي العصر بعدين شوفي أمورك وجهزي حالك، باقي ساعة ساعة وشوي لأذان المغرب تركي كل شيء، يعني جهزي وهيئي حالك إنك تعدي هالقعدة. امسكي سورة الكهف قرأيها، تأخذ منك تقريبا 12 دقيقة، وبعد امسكي صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكن هذه الصيغة صيغة من القرآن أخواتي، وكمان رسالة من الله لك اليوم أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. لأن هذه الأخت معنا في الجمع وهي تسمعني الآن وقال لي النداء يقول لي في المنام إنه أولي للي معك، فهاتي أنا أحبكم في الله كلكم، يعني لكل الأخوات معنا في هذه القناة، هي معنا ما شاء الله من سنتين، ويقال لي أنا أحب هذه القناة وأحب كل من معها هذه القناة، والحمد لله هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن جعلنا وهذه المحبة مأجورين عليها. السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المتحابون في الله، المتحابون بجلال الله، فكلنا الحمد لله نحب بعضنا في الله ونتواصل. ثبت التعليق، وحدكم عنده مشكلة تلاقي لكل الأخوات دخلوا نصحوها، وثبت تعليق أيضا بدعولهم، لي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كثير من الأخوات بثبت تعليقهم ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفرج عنهم، كل الأخوات ندعي لهم. أنا مو لازم أكتب رد أخواتي إني دعيت لكم أو ثبت التعليق، لكن والله بدعي لها بدون ما أكتب، بدعي لكل الأخوات اللي بيطلبوا منا الدعاء بفضل الله، والله أعلم بحوائجكم. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.